ضحك علينا هو كده يا حاج، علينا احنا. الدخله مش واكله معاك ولا ايه؟ هو الحمد لله يعني انا ما جبتش الاول والجو بتاعك ده، بس عديت الحمد لله المواد كلها نفس الدرجه، وعديت الامتحانات كلها مفيش امتحان الحمد لله شلت فيه. يا رب تكون عملتها المره دي بجد. انت تجيب نفس الدرجات وما تسقطش في ماده، فكرك ان السنه دي وريني عشان انا مش مستريحك. وريني اتفضل حجوك. بسم الله مش مستريح يا حاج. قول لي تمام. انت مظبط الدرجات كلها على درجات النجاح بالظبط؟ لا جدع كلهم 5 مجموع. لا ثانيه واحده بس عشان ايه ما يعني يا قلب امك. شفت يا حجوجه انا قلت والله الدرجه اصلا من 100 وهو فاكر نفسه ان 25 دي كده نجح بيها. الدرجه مش من 50. بص 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 عشان اقسم انا كلمه كمان هطلع امك وهطردك بره البيت واروح انتحر. غرفة 60 ده هيدخلك مش عايزه في وشك في البيت، انت جسمك تقل من الضرب مش ضربك. انا قلت لا فعلا مش نافع في حاجه. والله يا حاج ولا انا كمان ضربه، يلا الشباشب كلها 60 ده انا تعبت منه، اعمل بقى اللي انت عايز تعملها معايا يا حاج. برضه؟ ايه مفيش سنه هتعدي على خير يا رب، طب والحاجات اللي هتجرطها دي؟ بره يا كلب. طب حاضر انا والله من غير ما تعصب نفسك انا بره اصلا اهو، بس اروح على فين؟ يا ابني اقوم اقتلك غرفة ده من هنا مش عايزه في وشك. يا ابني اسمع كلام ابوك هيقوم يعلقك، انت حر. ابيض فين طب؟ وفي اي وصيه هتاخده. احسن هيوفر في الاكل والله. جامد البتاع ده على فكره. لا انا كده مش هقول نفسي. ايه يا بابا هزر معاك في ايه؟ ايه يا زفت انت؟ انت مش هتبطل بقى؟ دي خامس مره هتقعد البحر تخضني النهارده. طب وربنا ماشي. انت يا زفت خد على هنا. يا بابا. ليه كده يا حاج؟ هو انا بهتك في حاجه؟ الحاجه؟ انت اللي جابك دلوقتي؟ وانا لو كنتش قصدي اضربك انت والله انا قصدي اضرب قلب البحر. مالكش دعوه بيا يا حاج وسيبني بعد اذنك. حاج استني حاج استني بس وسهلي بالله هنتفاهم. نتفاهم في ايه يا حاج؟ انا ماشي وقعد بعد كده في البيت ده وادي وشي لو عرفت له طريق. حاج بس طلع على النبي. ودي حاجه سهله يا حاج. مين وادت البستان دي ها؟ تعرفها منين؟ يا حاج دي انت كل ده عشان ده عشان دي بنت خالتي يا حاج. في ايه؟ بنت خالتك؟ ايوه يا حاج شفت انت ظلماني ازاي يا حاج؟ وهي عشان بنت خالتك يعني تعمل لها لايك؟ يا ست انت اللي عقل عديها بقى. وحياتك عندي مش زعلانه. خلاص يا حاج مش زعلان. طب يا حاج بمناسبه عيد جوازنا النهارده بقى انا عازمك على غدا بره. نعم يا حاج. عيد جواز؟ عيد جواز مين يا حاج؟ مين تعرفها ومتجوزها في الميعاد ده يا حاج؟ انا كلب البحر قال لي النهارده عيد جوازنا، هو مش النهارده؟ انت كمان مش عارف عيد جوازنا يا حاج؟ انا غلطان اصلا ان انا مشيتش من بدري. طلقني طلقني يا حاج. انا هفهمك بس يا كلب البحر. يا حاج استني ولا نشوف من وشك حاجه. ما تعرفش تعمل اي حاجه. كلب البحر عايش معانا. طب ماشي يا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اي النعمة انت هتجيب لي المرض. اهو يا حبيبي ما بتعرفش ايه ده استغفر الله. يا ابني انت اصلا يا نهار اسود. لا يا حاج يا حبيبي فتحت العيدان بالجلابية برضه يا ابن اللعيبة ولعت فيه. ماما 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 انا تميت ال 4 مليون. في ايه يا مسروع يا ابن المسروع انت؟ بقول لك انا تميت ال 4 مليون. 4 مليون يا ولاد الاغنياء. اما مالك يا حبيبتي في ايه متاخره في دفع الجمعيه ليه؟ مالك؟ لا لا ما تفهميش غلط يا مسامح. 4 مليون ايه؟ ما تفهمها يا زفت. 4 مليون ايه؟ هقول 4 مليون ايه؟ تميت 4 مليون. 4 مليون يا زفت قول لها 4 مليون هتفهم غلط يخرب بيتك. 4 مليون على اليوتيوب. 4 مليون وتوتيوب كمان. لا مش طالبه غباوه منك خالص، كفايه واحد عندي ولا غور من وشي. يلا لا لازم احتفال دي. بقول لك 4 مليون يا زفت. بقول لك غور من وشي مش تقصير. عايز احتفل. وانت جاي ما تبصليش كده. ولو كان عندي 4 مليون كنت هضمه واحده زيك اصلا. يا حبيبتي ما اللي عالي عالي خلاص 4 مليون. استغفر الله. اطلع بره يا مسامح. اطلع بره عشان بننام بدري. اطلع بره.